خلال رحلتي في دول جنوب شرق آسيا تعودت أن يدخل مناطق المسلمين في أي بلد نزوره. جزائر. السلام عليكم. أهلا بكم. حلقة اليوم راح تكون مشوقة لأنه راح نزور إخوتنا المسلمين في بورما. أعمل. نتعرفوا عليهم أكثر. نهار اليوم بدأت بوحدة الطريق على بالكم باللي أطرت فيها بزاف والله. كلنا سمعنا من قبل أنهم تعرضوا لاضطهاد وما جزر بحقهم، خاصة المسلمين الروهينجا الذين إلى حد الآن يعتبرون منبوذين في البلد. قتل، اغتصاب، تهجير، بتر أطراف، حرق منازل. كنوا مستعدين لهذه المغامرة الشيقة. إلى بنا. باخر عليكم جماعة الخير. عبايب اللي ما راكم فاهمين معايا والو، ولكن بك تفهموا. Very good man. Yeah, I know. Thank you. Okay. كنت فاهمكم غير بلاقة باسكو نوفت مع صباح ربي. السيدة اللي تعرفت عليه البارح ديجا دوكا ما عرفتيكمش دوكا لي صباح كيف الصراط، ولكن كيما نصرح ولا فاهمكم دوكا حنا دو طريق تاعنا. راهو الريح تسمى كي نوصل نبدا نفهم. شو داكم؟ اوكي. السلام عليكم. That's your house? Yeah, it's my house. Okay, mashallah. I am sitting here. Okay. With my brother, okay. Sister, and we sit here. Okay. Nice, thank you. المهم على بالي بلي ما راكم فاهمين والو. دوكا بدينا جولتنا لهنا. انا رايحين لاشهر سوق وين يبيعوا الاحجار الكريمه، ولكن قبل ما نروح تعرفت على شخص مسلم. هذا شخص مسلم تعرفت عليه في المسجد وحكيت له بلي انا ندير كذا وكذا. قال لي واش رايك نكون انا هو المرافق تاعك ونفهمك بيان الناس. كاين بزاف اللي ما يهضروش انجليزي بطبيعه الحال، هو يهضر انجليزي. انا قلت له الله يربع على بالك، انا نفرح خاصه مسلم يكون معك في بورما شريكي تفرح. المهم هذا هو المنزل اللي جينا له. I forget your name. Ashik. Yeah. Okay. ما شاء الله. الاسم تاعو Ashik. دوكا جينا المنزل تاعو، ما لاباش عندي واحد الشغل، بعدا نديماريو باذن الله نروحوا الجولة. دوكا واحد 10 دقائق هكاك باش نوصلوا لتماك. دوكا انا في المنزل تاعو استضافنا هنايا، قال لي ارواح نوري لك راني عايش هنايا. الله صافي بليزير نتعرفوا على ناس خاصة المسلمين. انا بطبيعة الحال تعرفوني لما نسافر البلدان بزاف نحب نروح نتعرف بالمسلمين تاع المنطقة، يعني هكذا باش الحاجة الأولى باش نحس روحي أني في منزل، لأنه لما تعرف على مسلمين تدخل الجامعة تنسى روحك كامراك في غربة. المهم هذا هو الحي اللي نا فيه. المهم هذا حي مسلم كيما راكم تشوفوا، كاين بزاف مسلمين لهنا. حي بسيط نوعا ما. دوكا باش نتوكلوا لربي. ويل جو ناو؟ ما شاء الله سبحة. وي كول إت سبحة. سبحة يا. تسبيح. تسبيح. يا فروم تسبيح. يس ما شاء الله. هذوما المنازل اللي نعيشوا فيهم. وات جيد 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 يا فروم جيد يا ريلي. هذا يقول لك حجر كريم من قبل الحجر الكريمه. از ات اكسبنسيف ذا جيد؟ يا يا ليتل اكسبنسيف. اوكي سي. المهم هذه هي الدراجه تاعنا اللي انا رايحين بها، دراجه يابانيه. ات جابانيز. بس المهم راح تبدا رحلتنا. دوك انا عرفت شويه كيفاش تعرفت على هذا الشخص. وهذا هو الاحياء. واتس نيم اوف ذيس موتور بايك؟ هوندا. هوندا. اوكي. لوك نايس. ماي فريند از اوكي. از مسلم؟ از بيكي. يا از بيكي. اوكي. السلام عليكم. ما شاء الله. هاو ار يو؟ جود. الجيريا. ما شاء الله. It's all Muslim area. All Muslim. I am so happy. I am in the middle of the Muslims. ما شاء الله ما شاء الله. What's your name? My name is Milwe. No, no, any Arabic name. Abi Abdul Karim. Abdul Karim. You have two names? No, Abdul Karim. Abdul Karim. Okay, ما شاء الله Abdul Karim. Okay. My name is Milwe. Okay, salam alaikum. Okay, Abdul Karim, very good name. Yeah, Abdul Karim is really good name. Muhammad Riyad. Muhammad Riyad. Yeah. Yeah. Salam alaikum. Yeah. So, can you show me the field? المهم انا بدينا نتعرفوا على الناس تاعنا. اوكي السلام عليكم ما شاء الله. اوكي باي باي.
المفيد مادام رانا دوكا في الحي المسلم كما راكم تشوفوا الله صافي بليز عبركم بلي انا الفرحه تاع الرياض لما يزور المناطق تاع المسلمين نفرح بزاف بزاف. شوفوا هنا واش راهم يديروا كوب شابا تاع العصام اندريز موسك دار يا اوكي كما راكم تشوفوا كاين مسجد لهنا ما شاء الله. ان شاء الله باك راكم تسمعوا فيا لانه لما نكون في الدراجه الناريه تصعب عليا بزاف بزاف اني نهضر معكم. كما راكم فيد الحاجه اللي تميز الحلقه تاع نهار اليوم انه راح يكون معايا مسلم. تسمى كي يكون معايا مسلم راح نكتشفوا فيه هنا المناطق تاع المسلمين وكيفاش. وهذا هو اول مسجد is the parking of the mosque. هذا هو الباركينغ تاع المسجد ما شاء الله. ونحو القبعة تاعنا الأخوضة مين موسك مين ذا مين ذا مين موسك اوكي مين موسك انت عبابا ما شاء الله. فين كم فرام الجزائر 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 ما شاء الله. واتس يور نيم يو ورك فور الجزائر نو وات يو ورك فور الجزائر نو الجزائر يا الجزائر Brokers, like the BBC or something. No. YouTube. Yes. That's great. Yeah, YouTube. YouTube. Algeria. Yeah. 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 Algeria. داود اه اوكي ما شاء الله واس يوس محمد رياض عادي يا تو تيك كير يا اي فاوند ذا الجزائر الجزائر يا وير افريكا نورث افريكا يا نورث افريكا دي تيتشينج ذا عربيكس هير دي تيتشينج عربيكس اه اوكي وي كان سي يا يو كان سي اوكي دخلوا للمسجد كيفاش داير ما شاء الله وتي ما شاء الله راهم يحفظون القران. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. You teaching Quran or Arabic? حفظ. حفظ؟ آه Quran. You speak Arabic? Do you speak Arabic? Arabic ضياء الدين. ضياء الدين؟ أستاذ ضياء الدين. آه أوكي أوكي. ما شاء الله. دي أنا طالب يا. القرآن. أوكي ما شاء الله. You say something فاتحة؟ Sad. Sad? Sad para. I didn't say sad para. Surah Al-Baqarah. Surah Nisa. Surah Nisa. Okay, nice to meet you. Okay, thank you. Alaikum salam. Bye bye. Oh my God. ما شاء الله انا يجوا يحفظوا القران لهنا والله صافي بليز على بالك تشوف المسلمين لهنا افاك شعور رهيب شو ما قدرش نوصل لكم انهم يحفظوا القران في بورما لهنا. المهم هذا هو القوداس تاعي راكم تشوفوا احسن من نفسي هنا ايوا بالك يو سبيكينغ انجلش جود ليتر ليتر ار يو فروم ماندالاي لا شرف لي شرف لي اني اتحدث معكم بالعربيه الفصحى. اين تريد ان تذهب؟ اوكي اذهب معكم هنا داخل. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. ما اسمك كريم؟ اسمي نور محمد. نور محمد محمد رياض ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كم عمري؟ افسر كم عمري؟ كم عمري؟ 25 سنه. وانت؟ خمسة؟ مرحبا هذا مدرستنا هذا جامعتنا مبارك ما شاء الله أشرف العلوم ما شاء الله اوكي ما شاء الله انا بزاف انا حشمان
السلام عليكم. هذا مدرسة. اجلس. كيف؟ بارك الله فيك. كيف اجلس؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله. ما شاء الله. تتحدثون عربية أو قليلا؟ ما شاء الله. أنا من الجزائر. نتحدث العربية ولكن عندنا عربية مختلفة. يفهمون؟ لأنه أنا في بلدي نتحدث العربية ممزوجة بالفرنسية. كنا طلاب عربيون لكننا لم نتكلم بجيد. ولكن أنت تتكلم جيد. نحن مبدئون. لا أنت محترف في اللغة العربية الآن ما شاء الله عليك. ما شاء الله. أنتم تحفظون القرآن هنا؟ نعم قليلا. قليلا؟ قليلا. جزاك الله خيرا. شرف لي شرف لي اني انا ازور اسيا دول اسيا ودائما اذهب الى مناطق المسلمين اجدهم دائما يحفظون القران ما شاء الله عليهم ما شاء الله. سنذهب ان شاء الله نحن وهو نذهب الى السعوديه للعمره او للحج للدراسه للدراسه الاسلاميه في المدينه المنوره. ما شاء الله ما شاء الله. لانه التقيت الكثير في يانغون درسوا في مصر في جامعه الازهر. انت تعرفها؟ نعم أنا أعرف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يمكن شخص عنده تلاوة عطرة ممكن نسمعها؟ يوجد شخص هنا؟ نعم. أوكي أنت؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. أنا حافظ القرآن كامل؟ القرآن الكريم. ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله شرف لي والله شرف لي أني أزور المسلمين وأتعرف عليكم. والله شرف لي ما شاء الله. شكرا لكم كثيرا. تشرفت بكم. ملتقى في ساعة الخير بإذن الله. أوكي السلام عليكم. أوكي السلام عليكم ما شاء الله. السلام عليكم. الله احنا ممكن. السلام عليكم. انا رامي حفظ القران الكريم. الله في بورما. شرف لي. ما شاء الله عنده تلاوه حلوه. الله لازم نعود نرجع للقران تاعنا. هذا يخلينا باش نزيدوا نحفظ القران وباذن الله اول حاجه راح نديرها في الجزائر اني ندخل نحفظ القران باذن الله. السلام عليكم. ما شاء الله. راح نطلعوا فوق المسجد باش نشوفوا كيفاش الديكور تاع المسجد من فوق. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. هذا هو المسجد من الداخل كيفاش راه. ما شاء الله جيلي بيوتيفول ماسك. واتس نيم اوف ذا ماسك؟ جون. جون جون بوين. ما شاء الله شوفوا كيفاش الديكور تاعو. عندي الومنيوم ستيل. حلقة تاع نهار اليوم بدات بواحد الطريقه على بالكم بلي اثرت فيا بزاف. والله والله اثرت بزاف. الصوت تاعي راح لي. والله الصوت تاعي راح لي. لا حول ولا قوه الا بالله. أصعب الفيديوهات اللي قدرت نديرهم من اللي بدأت رحلة تاعي يعني أنك تروح بلد بورما ليعرف بي كانوا يحرقوا المسلمين ويقتلوهم ويعملوا فيهم أبشع المجازر ومن بعد تروح لتماك تلقاهم
يحفظ القرآن يتكلموا العربية. يعني هذا الفيديو كان مؤثر بزاف بزاف بالنسبة لي وصعيب بزاف بزاف عليا. خلاني بإذن الله أول حاجة لما نرجع الجزائر بإذن الله أنه نبدأ نحفظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم الصوت صوت تاعي راح لي على بالكم، ما لقيتش كلمات تعبر كي نروح لتما كنت لقاهم يحفظوا القرآن الكريم. لا الله فرحت بزاف بزاف، يعني ما كنتش متوقع هكذا. دوكا حمدي موري وخلاص رحلتنا في هذا المسجد اللي كانت مؤثرة بالنسبة لي، والله في حياتي ما تأثرت كيما هكا، ماشي في حياتي في سفرتي كامل عام كامل وأنا مسافر، ولكن هذه أول مرة نتأثر فيها. الله تشوف المسلمين يحفظون القرآن أنا في بوما، والله فرحة بالسيف عليك. المهم النهار تاعنا اليوم اللي راهو بزاف بزاف شباب. هاي دوك نشدوا الطريق تاعنا ونروحوا. السلام عليكم. شوفوا الناس اللي قاموا راقدين هنا في الكوامن. هيا نبداو طريقنا دوكا. دوكا نورمالمون جينا المسجد رقم 2. It's open؟ لا open. اوكي. ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام عليكم. ايوا دوكا جاتنا سهلة باش نحوها. خلوا هادينا السلام عليكم. ديما لي جولو لي تشرو جاي طولان ماي فريند. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان نحينا دخلنا المسجد. واتس نيم اوف ذا موسك سيكند موسك؟ تاملو. تاملو تاملو. شوفوا ما شاء الله. وات از ذس؟ This is the leaf of the, you know. Oh, it's like flower? Yeah, you know, Yasmin? This one is, we have to put in there, you know, the Chinese, what? Chinese tea? It's like jasmine. Like, no, not jasmine. Not jasmine. This is jasmine. Wow. I'm going to use it because it's in the Chinese. MashaAllah. وهذا هو المسجد رقم 2 اللي احنا ندخلوه لهنا باش تقولوا هنايا في بورما ما عمرها بالمسلمين لهنا والمساجد ايضا راهم كل الابواب مغلقه. Do you understand a little bit Arabic؟ Yeah yeah. اوكي ما شاء الله. السلام عليكم. يا مولا. All the doors closed. ما شاء الله. نورا مديرين المصاحف. These are real old building. Just a little It's the old one here؟ Yeah. Put a little paint and then a little shine only like that. Okay, okay. Assalamu alaikum. MashaAllah. MashaAllah. Algeria. Algeria. No, they know Algeria? Army de Gada. Saddam, yeah. Army de Gada. What? Arabic. Arabic. You speak Arabic? Arabic. He speak Arabic? No. I just asked him. If he can speak, he can speak. Okay. It's the time for the prayer. And this is Myanmar language? Yeah, in Myanmar the alphabet. Okay. He's an Arabic. Fajr, Zahar, Asr, Maghrib, Isha, Juma, Eid. MashaAllah. Sahri, Talwar, Ishraq, Zawal, Ghurub. Yeah, you understand Arabic? Yeah. MashaAllah. Nice. Riyadh ما زالوا في اكتشاف مناطق المسلمين لهنا. ما شاء الله ما شاء الله. It's look big but the sal is small. Yeah yeah, because these are real, the you know the old building maybe already the over 100 years. 100 years. Over 100 years. ما شاء الله يقول لك هذا المسجد عنده 100 سنة من اللي بناها. These are really thick, you know. ما شاء الله. المهم القاعة تاعو صغيرة لأنه منبر. القاعه صغيره لانه يقول لك هذا المسجد تبنى اكثر 100 سنه. كما راكم تشوفوا المنبر اللي هنا يعني يصلوا فيه صلايات ما شاء الله. انا امام. انت هو الامام؟ ما شاء الله ما شاء الله، تشرفت به. واتس يو سبيك عربيك انجلش يور نيم؟ اسمي محمد بنكاتالي. 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 واتس يور بنكاتالي؟ اوكي ما شاء الله ما شاء الله. نايس تو ميت يو. كما راكم تشوفوا لي كادر تاع مكة ما شاء الله. شكرا شكرا. ثانك يو. ما
Okay, thank you so much. MashaAllah. Assalamu alaikum. There is in Yangon more Muslims or in Mandalay more Muslims? Oh, Yangon more. Yangon more, yeah. Algeria. You know Algeria? You know? They know. Because a lot of people, they don't know Algeria. Yeah, somebody know. Somebody they don't know. Ban? Yeah. Yes, Ban. Yeah. What's your name? Iqbal. Iqbal? Muhammad Riyad. Okay, mashallah. Mashallah. Nice to meet you. MashaAllah. شوفوا الحاجة اللي لاحظوا أنه ساحة المسجد كبيرة بزاف بزاف فرابور القاعة، القاعة راهي ليها ولكن المساحة صغيرة. وهنا كاين قاعة الوضوء وين يتوضوا لهنا. ما شاء الله المسجد اللي كان كامل بالأبيض وهنا نتعرفوا على المسلمين لهنا ونتعرفوا على عاداتهم وتقاليدهم. ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. دوك نزيدو نروحو للوجهة الجاية بإذن الله. والله اليوم عاوني بزاف هذا الشخص. ولكن نتكلموا في نقطة مهمة، نقطة اللي بزاف بزاف من الناس ما على بالهمش، أنه كاين فرق بين مسلمين بورما ومسلمين الروهينجا. مسلمين بورما اللي عايشين حياة طبيعية، ما عندهم حتى مشكل مع الحكومة تاعهم ولا مع العسكر تاعهم ولا مع حتى الشعب البوذي، أنهم هما في الأصل من بورما. ولكن المشكل أنه في مسلمين الروهينجا، مسلمين الروهينجا هي منطقة متواجدة بين بنغلاديش وبورما، متنازع عليها بطبيعة الحال. بورما احتلتها، كاحتلتها أصبحت تقتل المسلمين تاع الروهينجا. هذيك المنطقة ولا هذاك البلد تقدر تقول وحده، يعني كلهم مسلمين الحمد لله، ولكن مع الأسف الشديد أنه بورما احتلت هذيك المنطقة، وباش ما يصراش مشكل في المستقبل أنه قروا يديروا لهم الإبادات، يعني قروا بيمحوهم كامل، يهجروهم كامل، يقتلوهم، يحرقوهم. كم ساكن راهم عايشين؟ كاين ناس اليوم عايشين في بورما، كاين ناس اللي هجروا راحوا في قوارب حتى الإندونيسيا حتى ماليزيا، يعني داروا لجوء. ولكن البعض اللي عايش في بورما عايشين بدون جنسيه، يعني ما يدرسوا ما يشتغلوا شغل عادي. مع الاسف الشديد ما نقدرش نوريهم، يعني كانوا بزاف بزاف من المسلمين الروهينجا في الفيديو تاعي، ولكن خفت عليهم انه نبينهم في الفيديو تاعي وتوصل للحكومه ويولوا في مشكل كبير كبير، وقادر كما على بالكم ما نقدروش نتصوروا واش قادرين يديروا لهم. ايوه كاسك العجيب هذا انا دمع. مهم حبيت نقول لكم وين كاين مسجد نلقاو مناطق المسلمين، نلقاو المسلمين لهنا عايشين امام المساجد. يعني ديما البلدان اللي نسافر لهم باش ناكل اكل الحلال لازم نروح ديما للمناطق تاع المسلمين. شوي نوض فيها. اوكي السلام عليكم. اوكي السلام عليكم. ان شاء الله. هاي دوكا زدنا عاودنا شدينا الطريق تاعنا باش نروحو لوجهة جديدة باش نزيدو نكتاشفو لهنا في ماندالاي. ماندالاي is the second biggest city in Myanmar. Second city. No. And the first one? Yangon. Yangon is the first one. Yeah. Okay. المهم يانغون هي الأول مدينة كبيرة لنا في ماينمار، والثانية هي ماندالاي. كيما راكم تشوفوا الأجواء برا كيفاش راهي دايرة. الناس كيفاش عايشة لهنا. المسجد رقم 3 اللي انا جينا عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. مولانا لانجويج تيتشينج هير ان ليما. ما شاء الله. ريدينج القران باي هارت اند ذن هاف مولانا اند ماني ديفرنت ثينجز هير. ما شاء الله ما شاء الله. سكول از مين سكول ان مانلي. اوكي يو تيتشينج قران اور عربيك؟ يا عربيك. عربيك اند قران. ما شاء الله ما شاء الله. واتس ذا نيم اوف ذا موسك؟ سجا. Saja? Saja. Yeah. Is it big or? Yeah, big. This one big. MashaAllah. This one also during the Burmese kingdom, the Mindong times, you know. And here, Tabodo. And there is fish inside, huh? Yeah, yeah, some fish. Oh, MashaAllah. كما راكم تشوفوا كاين اسماك في الجماعة. Yeah. And they make wudu here and same time there is fish. Yeah. Wow. MashaAllah. كما راكم تشوفوا وين يديروا الوضوء لهنا كاين اسماك هنا. And this construction for the mosque? Building, yeah, building for the... Mezana? Yeah. No? This mezana? Mezana is here. Yeah. Mezana there? Yeah. Okay. Yeah. MashaAllah. The water everywhere you can find for drinking the water. Yeah. في كل مكان هنا في ميانمار كل ما نزوروا لهنا نلقاو الماء. وبرك المنطقة تاع المسلمين لهنا المسجد هذا هو. شو المسجد المبارك كيفاش داير؟ بزاف بزاف شباب خوتي.
ما شاء الله اليوم نزوره في مدن مسلمين. المهم أمرضونا اليوم للفطور. Thank you. بارك الله فيك. شكرا. هذا هو الطبق تاعنا اللي احنا كلو فكرني في اكل بنغلاديش because I try the Bangladeshi it looks similar. المهم عندي بزاف ما كليتش من الانديه ملي كنت في بنغلاديش, ولكن هذا هو الطبق تاعنا راح ناكل بيدي. عادة حليمه لعادتها القديمه. Very good. لا ربنا بزاف اباك شغل كاري بالخضره وزيد لها الرز. And what is that? It's a fish. Fish? شوفوا هذا الحوت شحال منه. And this? What is that? Mutton curry. Fish. Mutton. Thank you. هكذا باش نعيشكم الحياة البسيطة لهنا في سفرتي هنا في ميانمار. ما تعرفت مع الأخ الفاضل. And thank you for everything for the tour. It was so good. المهم درنا تور لهنا, درنا في المدينة, شفنا مع بعض دوكا ندير فطور التقليدي اللي هنا في بورما واللي بزاف بزاف اللي فكرني فيها متى بنغلاديش والله. What is that? This is lady finger. Lady finger? Lady finger. Lady finger. Okay, okay. Lady finger. هذا صبا تاع المراج. احنا في الجزائر نسيت باش يعيطوا له. It's the fish all from the river? Yeah. You have Mekong river. Mekong river. No? Arawi river. Not Mekong? I learned to how to eat by hand in Bangladesh. In Algeria we don't eat by hand. قال لي طيحت الماكله كامل. قال لي اذا نجيب لك مغرف تاكل خير. She laughed at me. She's laughing how I ate. Yeah. Yeah. I am beginner. Because she don't cook special for you. That's why she said. No, the food is good. Yeah. You want more rice? No. For me it's enough. I don't eat too much. You must eat all. Yeah. Don't leave. Of course. Sunnah. من السنة يقول لك لازم تكمل الماكلة تاعك. It's good to know this. دري ما على بالكمش بها انه من السنة لازم تكمل واش في الطبق تاعك حتى يكون بنين ولا ماشي بنين. وثاني حاجة لازم تاكل بيدك. هذه باش يكون عندكم معلومة عليها. باسكو المرة اللي فاتت نهار كنا في بنغلاديش كاين من الناس بزاف قالوا رياض علاش راك تاكل بيدك؟ من السنة لازم تاكل بيدك. Drink it. Drink it؟ Yeah. Okay. يقول لك لازم تشربوا قايتي. I should drink all. Yeah. So you eat all this? I can't eat this. Eat this. Okay. Thank you so much. Eat all. Watch me. Yeah. Watch that? Yeah, no problem. الحمد لله. Thank you. ما شاء الله. Good. الحمد لله والله الماكلة اللي كانت بزاف بزاف منينة. وكما قلت لها حتمنا كامل غلبنا في السنة تاعها لازم تكمل الماكلة هذا علاش ما درت والو. My mother have the same. كما راكم تشوفوا هذه الآلة تاع الخياطة عندي ما واحدة كيف كيف.